ناخذ الميثود اللي وراء الحين اللي هو البرنولي. فرضا اعطاني ديفرنشال ايكويشن وقال حليها، رحت جربت كذا ميثود ما ضبط معاي، فرحت بجرب اللينير، رحت بجرب الميثود مال اللينير، برتب المعادله بحيث انه اخلي واي وحده بالسؤال ومني دي واي على دي اكس، وبخلي واي وحده ومني فانكشن اوف اكس او ارقام ومني فانكشن اوف اكس. جيت برتب المعادله على الصوره هذه، ولكن تفاجات بان في وايات زياده. احنا باللينير مو قلنا اذا كان مني دي واي لازم عندي واي واحده، واذا كان تحت دي اكس معناته مني يا فانكشن اوف اكس ومني فانكشن اوف اكس بس بروحها، صح؟ هذه باللينير. انزين، جيت انا الحين بجرب اللينير، قاعد ترتب المعادله على الصوره هذه، ولكن تفاجأت ان انا ما عندي واي واحده بالسؤال، عندي وايات زياده وديتهم الطرف الثاني، لازم اخلي مني واي واحده، احنا قلنا صح، فكل شيء زايد وديناه الطرف الثاني. يقول لك لما تروحين تجربين الميثود مال اللينير ديفرنشال ايكويشن، انزين، ولازم يكون عندك واي واحده بالسؤال وطلع لك بالصدفه وايات زياده، فانتي راح تستخدمين ميثود جديد اسمه برنولي. راح تستخدمين ميثود جديد اسمه برنولي. متى استخدم البرنولي؟ يعني ما راح اجي اشوفه اقول على طول لا والله هذه برنولي، لا، ارتب المعادله بحيث اني انا بجرب اللينير، يعني اتفاجئ انه راح يطلع لي وايات زياده، والمفروض يكون عندي واي واحده بالسؤال. زي انا جراني كم واي؟ يعني مثلا عندك واي كيوب، صح؟ راح تخلين واي واحده مني وتودين الباقي الطرف الثاني على اساس تكون لينير. احنا قلنا دي واي لازم واي واحده، ومني دي اكس لازم فانكشن اوف اكس او ارقام، ومني فانكشن اوف اكس او ارقام، لازم اخلي واي واحده، لازم اودي كل الوايات الزياده الطرف الثاني. اذا صارت عندي وايات زياده والمفروض تكون عندي واي واحده بالسؤال، معناته انا عندي شنو؟ ميثود جديد اسمه البرنولي. هذا البرنولي ايش يقول لك؟ يقول لك بعد ما ترتبين المعادله بالصوره هذه، بعد ما تحطين واياتك الزايدين هني، انزين، لازم يكون دي واي على دي اكس بروحها، صح؟ من شروط اللينير ان دي واي على دي اكس لازم تكون بروحها. انزين، يقول لك بعد ما ترتبين المعادله بهالصوره وتخلين كل الوايات الزياده هني، تضربين المعادله كلها معكوس الواي اس ان. يعني اذا كانت هذه واي كيوب، تضربين المعادله كلها بواي اس ماينس 3، واي اذا كانت واي اس 3 تضربينها كلها في واي اس سالب 3، او تقسمين على واي اس 3. فهمتي؟ يعني اما اسوي كذي واي اس ان واي اس ان واي اس ان، او اني هذه واحد على واي اس ان هي نفسها واي اس ماينس ان، فتبي تقسمين على واي اس ان او تضربين في الواي اس ماينس ان، ترى نفس الشيء، يعني هذه هي نفسها هذه. انا عن نفسي احب هذه، يعني احسن، احس توضح لي الحل اكثر. انزين، المهم اني انا شنو بسوي؟ ابي اتخلص من الواي هذه، ابي اخلي مني كيو اوف اكس بروحها، عشان كذي انا دائما راح اقسم على هذا او اضربه بالمعكوس، تمام؟ انزين، ضربي المعادله كلها في واي اس ماينس ان، عكس الموجود هني، عكس الاشاره، عكس الاشاره، اذا كان ماينس تضربين بالبلاس، اذا كان بلاس تضربين بالماينس، وهكذا، او قسمي عليه، اتس اوكي، اتس ذا سيم. بعدين اخذي كل الوايز اللي هني، بعد ما انا اقسم على معكوس هذا او اضرب بمعكوس هذا، سوري، اقسم عليه او اضرب بمعكوسه هني، وايد راح يعتفس، وايد راح تصير المعادله حوسه، راح تنقلب فوق تحت، فهني راح يصير مو واي وحده، راح تصير يمكن واي اس ماينس 2، واي اس 3، تصير وايد اشياء ويمها فانكشن اوف اكس او ارقام. فشو تقولي الطريقه؟ عقب ما تقسمين على هذا او تضربين بمعكوس هذا، انزين، تروحين هني الوايات اللي مع الفانكشن بي اوف اكس، او الوايات اللي مع الارقام الموجوده هني، تاخذينها كلها وتسمينها زد. زين، اخذي كل الوايز اللي مع بي اوف اكس وسميه شنو؟ سميه زد. زد تساوي كذا كذا، مثلا زد تساوي واي اس ماينس 2، هني فرضا كان عندي واي اس ماينس 2، زد تساوي واي اس ماينس 2، تمام؟ انزين، بعدين يقول لك اشتقي هذا الزد، اشتقي بالنسبة لمنو؟ بالنسبة لإكس. ليش بالنسبة لإكس؟ أنا أقول لكم، مني مشتقينها بالنسبة لمنو؟ بالنسبة لإكس، فلازم هذه أشتقها بالنسبة لإكس. عقب ما أشتقها بالنسبة لإكس، راح أسوي دي زد على دي إكس، أشياء 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 فيها دي واي على دي إكس. شو الهدف من هذا الاشتقاق؟ يقول لي إحنا أساساً ليش نسمي هذه الوايات اللي إحنا خربناها بالزد؟ ليش نروح نشتق الزد هذا؟ أبي أستبدل معادلتي كلها، بشيل الإكسات والوايات وكل الخرابيط هذه، وبخليها بالزدات والإكسات. بخليها بالزدات والاكسات، فانا راح اسمي الوايات اللي هني زد،
فراح يصير زد وفانكشن اوف اكس، راح اشيل هذه دي واي على دي اكس راح يصير دي زد على دي اكس. انزين عقب ما اسمي الزد تساوي كذا كذا، اشتقي بالنسبه لاكس لان تحت، لان هني مشتقين بالنسبه لاكس فلازم الزد اشتقها بالنسبه لاكس، راح يصير دي زد على دي اكس تساوي كذا كذا. استبدل الدي واي والدي اكس بالدي زد اللي انت اشتقيتيها، وشيلي الوايات اللي هني وحطي الزد اللي انت فرضتيها. غصب طيب معادلتك راح تصير لينير ان زد، واحنا نعرف نحل اللينير ان زد. اعيد الخطوات مره ثانيه، اضرب المعادله كلها بمعكوس الوايات الزياده اللي هني او اقسم عليها. انزين بعدين اخذ الوايات اللي هني اللي انا خربتها واسميها زد، اشتق الزد بالنسبه لاكس لان هذه مشتقه بالنسبه لاكس. بعدين اشيل الدي واي على دي اكس استبدلها بدي زد على دي اكس، اشيل الوايات اسميها زدات، وتصير غصب طيب عندي المعادله لينير ان زد.